سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد عالم التقليد الأسفي، إخواني أعضاء المجلس التقليدي، سادة رؤساء المصالح خارج المحترمون، سادة ممثلي المرابع الإعلامية، حضرات سيدات والسادة، بعد اهتمام نصاب قانوني يشرفني أن أفتتح، يشرفني أن أعلن افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي ينعقد في إطار الدورة العادية من شهر يناير 2019. وضعوا لنا اش كيدير المجلس الاقليمي، اش كديروا؟ راه هذا السؤال غنبقاو نقولوا لكم، وانتم عاطينهم الطوموبيلات وعاطينهم كنشكروا بعد المناسبه الاخوان اللي ردوا الطوموبيلات ولا ما ردوهمش، السيد العام اللي يتحمل مسؤوليته عطاهم يباشروا الاجراءات القانونيه، اش كيديروا بالطوموبيلات؟ واش نجيو دابا اليوم ما ندو تخبر؟ نسينا الناس عطاهم الله ما ندو خبر مشيو خبر، اش واقع السيد المجلس الاقليمي اش كيدير هاد اربع شهور؟ وضعوا لنا شنو الخلا ديال هاد الصورة؟ عطيونا صورة واضحة السيد الرئيس اش كيدير المجلس الإقليمي. بخصوص يعني تعويض التنقل واستفادة من الغازوال الطريقة اللي نشبوها هو ب ديزور كوميسيون مفبركة، هذا نحتاج ليه يعني نقاش آخر وأنا ندخلو يعني في الوقت المناسب. يتبقى المسلوب واحد الوقت يعني اللي غيمشي مواطن يستافد من الخدمات الصحيه بلا وسيطه، كاين مشكل كبير في المواطن. كنناقشوا هادشي على المستوى المركزي ولكن يعني على المستوى المحلي لابد دابا نشيروا لهاد النقط. الا ما عندكش يعني شي واحد صاحب في السبيطار ما يمكنش يستافد من الخدمات الصحيه، كاين مشكل يعني يكسبنا الواقع. ثانيا هو ننبهكم سيد المدير الاقليمي للصحه في البلاد تحول الخدمات الصحية أو مستشفى الإقليمي محمد الخامس لملحقة حزبية، هذا مشكل. مشكل يعني يغرقنا، ماشي يغرقنا ولكن نتأسف إليه. الخدمة الصحية يعني ديال الجميع، ديال الحق الدستوري، كل شخص يستافد منه. الثانية هي الوساطة اللي كتكون ماشي على مستوى المستشفى، تكون على مستوى مجموعة ديال الإدارات ديال الدولة، المصالح الخارجية، ومع الأسف كيديروها المنتخبون. المنتخبون حتى أنه الآن قال بأنه المستشفى أصبح ملحقة ديال شي حزب معين، ماشي حزب معين، أحزاب. السيد المندوب مشكور وما عندو ما يدير بعد غيجي، هذاك السيد اللي غادي يجي اللي هو نائب برلماني ولا رئيس جماعة ولا مستشار كيجي شنو يقول لي؟ لانه لا ما دارش معاه شي حاجه هي هذيك غيجي هنا وغيبدا يسب فيه ولا يبدا كذا وما عندهم يقول. ثاني فان هذه المساله خص الناس اللي كيديروا السياسه وهي يتعفوا واحد شويه ويبعدوا من المصالح الخارجيه، يبعدوا منها ويخليوا الناس يديروا خدمتهم. وهذه المساله هذه راه قلتها انا في الاجتماع الاخير بين المصالح الخارجيه والناس، لا ديال الدرك ولا ديال المستشفى ولا ديال الثقافه ولا ديال القياده ولا ديال المحكمه ولا ديال كنعرف كاين اللي عندهم ملحقه سياسيه في المحكمه الان. وانا بغي نختم في الاخير بالمداخله ديال الاستاذ عادل. دابا هو قال لك غير النقد الذاتي، ما كانش احنا كنا طامعين فيه باش يولي معنا في معارضه حقيقه، ومازال املنا فيه لانه اليوم حط يدو على الجرح لانه كيدوي من الداخل. دابا هو تيقول لك السيد رئيس كلام ما جاوبتيش عليه، تيقول لك كاينين البونات والسماو هذوك لي زور ميسيون مشبوهه والمازوت اللي تيتعطى بلا 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 سميتو عليهم. حتى دابا السيد رئيس راه هذا مجلس مسؤول ومعنا السيد العام المحترم ومعنا راي عام، و اذا قالها واحد نائب ثاني الرئيس شنقول انا معارض؟ انا هذا المكتب دراسه تلدى مليار، ساطالب بفتح تحقيق في هذا المكتب الدراسه مليار واخذ على الكواليس. شوف دابا هذه الحاله واش يمكن شي واحد سيدي. شوف انا ما قاعد والو في البنك وما نديرش بحال هادي الشانتي كتدخل معاه مخلي السور ودير طاكسي تمايا وسد سيدي. اش كيدير هذا السيدي؟ شوف السيد رئيس عطيني الحيوانيه، شي طايح ولا كيسبو وشي داير بجنابه وشي تسلط عامل الشرجم وشي مسرعه بالارض وكيتصنت، وهذا هو الدور ديال المجلس الاقليمي. يمكن يشوب على الجماعات، وما دير كنا كنعرف جماعه حراره مقصيه وانا في المعارضه وكنرفض وما عنديش مشكل، ولكن نقول عليك شنو بقى ديال السيد الرئيس وما تكشكلش حول بزوله. هذه حول بزوله، ولكن واخا حول بزوله هي ما بين فيها والو بزوله.
هذاك الشيء اللي نقص فيه يغلب. أنا أشوف بحال داك واد هارون تما كان مجنون على كسير تسير. شماروش لا ماشي شماروش هذا قتلوا به الناس بعد ولا هذا هارون هذا قتلوا به السياح. الله يجزيكم بخير. أنا نتمنى السيد مندوب يجي يدير مع السيد عامر المحترم يدير واحد البرنامج ودخلونا معاه في الجامعات حتى حنا نساهموا في هذه القضية ديال الأسرة. ويمكن هذا المجلس الإقليمي إذا كانوا بغا يحشموا هذا الناس ديال المجلس الإقليمي مبارك كما قال السي عادل السباعي من الأشياء ومن السيارات الفاخرة ومن الأشياء المشبوهة يمكن نهبطوا هذه الريالة هما فينا هما ونحطوهم لوزارة الصحة ونديروا اتفاقية مع السيد العامل ومع الجامعات المحلية. بارك الناس بلاد أثرية بارك ما يجعل بارك اعطوا تنقل هاد الناس تاهما شي شويه هاد الفقراء وداك الشيء نعطوهم شي شويه نقصوا هاد البراوط نقصوا هاد المازوط نقصوا هاد 160 مليون ديال الاطعام وديال كذا وديال كذا بارك عليها وحطوا لي هذا انا حاط نص على مكتوب حنا كنا مش عارف هاد التمثيل حاسبوا لي 100 درهم جابوا لي واحد ديك تا هي عطوها لي واحد يا جوندا حارب فيها عارفين حاسبين ب 2000 درهم رديتها ما بسنيش عليها بارك على المرجي. لذا نتمنى السيد مندوب تجيب شي اقتراح السيد عامر والسيد عامر اللي جمعنا حنا كجماعه انا الاول من السباقين سواء من مال الجماعه سواء من مال الخاص. كان مصور في محفوظ على بعض الامور في المكتب كنجي هنا كنناقش معاه بالعقاب اللي هي راه غنستعطي مني فلوس. واش طلبتي ثاني شيء طلبت الرائحه طلبتها مني حطيت اشتراط ما كنبقى عندك رئيس بركي بوك طبي كعين في مدير مصانع عصرية وانا اللي نحن لا خلينا نجاوب سي الرئيس. ثاني شيء سي الرئيس ثاني شيء سي الرئيس يقول لي ديري سي الثقة بيا سي الرئيس ثاني شيء ثاني شيء آخر نقطة سي الرئيس آخر نقطة طلبت مؤخرا معلومات على لائحه ديال الجماعات الترابيه القرويه اللي استافدت من النقل المدرسي. ما بغيتش يعطوهم لي سي الرئيس. وحضورهم الموظفين وتعسفوا لهذا الوضع، موظفين تعسفوا، خديتهم بعض المصالح الخارجيه الاخرى. ويعني الناس كيقول علاش ما بغيتش يعطي حتى لائحه ديال النقل المدرسي. قبل جينا كنشوفوا لقينا 8 ديال يعني حافله النقل المدرسي معطيه لواحد الصنف من الجماعات تابعه لواحد حزب معين. حنا استفدنا على هذا بلا ما نجيبوا الاسماء. وحنا كجماعات استفدنا من جهه وفي الاخير يعني حشومه تعطينا شي معلومه. خويا لا نحوها نعرض عليك غادي نخرجوا على مجموعه اعمال. لا 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 لا